والبداية دايما بتكون بأهم عناوين حلقتنا. عبد الحفيظ يبدأ عملية أو عمله لمتابعة ملف قطاع الكرة بالأهلي. الخطيب في ألمانيا اليوم لإجراء جراحة غدا. الفريق الأول يتعدد لمواجهة الوصل الإماراتي. علي معلول يؤكد استمراره مع الأهلي. محمد يوسف أزارو باقي مع الفريق ولا نية للتفريط فيه. أحمد فتحي يغيب عن الأهلي أمام الوصل ومحارب جاهز. محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة البي بي سي لأفضل لاعب أفريقي.